شيلي من هو ما بقاش قولي في حالك كل شي حاجه متعامل اختي الشو بغينا شو غير شويه انا هكا الصالون والدري حدايا ومن فوق التليفون ونورمال عندك خليني نمشي اخويا والله خليت باللي الزنقه اخلينا اخويا شوف انا تعدلت في حياتي اسمعني يلي مالك زوينين وعي زوينين واش نتي باقا نيتك كيفاش ما ندرس داكشي اللي كنقول لك حامله انا فين غنمشي داك السلام شوف دير رجوله ها واش كاين تقدر صاحبي واش غندير هذه الرجوله حليت فيها عيني صغير تعلمت ما نركع انت شي مخلوق شفت في الدنيا بزاف تلحويش منافقين وكيبانوا معقول فوتنا وفتتو ما طمعينش لي تجيبوا لي مغا يخلص صادوبل وش حمش ما تضنيت وانا راجل تحنا المحن نقسمنا على جوج لو وقفوا عليك الحسادة في الطريق دير الكطر يا مودي ماري خوف لا ما عندي شمك قادي نجيك فاصلنا منهم شدوا بينا لحتيت هادي غي الدنيا واخر تاغي قبار نبغي تشنفيق الفاصل يخيب راكي تناقلو غي العيالة تاخو شحال من حاجة ولفنا ومشات وخا عشنا ظروف لي ما هياش مازال دور دورة وجيبك لي عيان طلقشيني منك والله مبقاش بلي فحالك عارفين انا نتخلى عليك انا عارفك ما تخليش عليا وتايقه فيك ولكن غير قلت لك زعما انا السابع مستحيل نتخلى عليك والجمال كامل والزين كامل نتخلى عليك دوزنا قليل واش دوزنا قليل لا ما دوزناش ولكن انت تغتجي عند خويا وتهضر معاه المساله باقي شويه انا شوف عطيني شهر شهر ونص نجي للدار انا حسن ما غنعطيكش غير شهر ولا شهر ونص انا غنتسناك حياتي كامله عام عامين 6 شهور 7 شهور الوقت اللي بغيتي المهم جي عام ونص بزاف عليا عام ونص شوف شهرين قاع لا طولت ونجي نخطب السين ديالي انت عارفاني انا ما قدرش نتعطل اكثر من شهر ونص ولا شهر صافي صافي انا غنتسناك يلا فين تديني حسن دابا نمشيو اش بالك نمشيو للمول وانا بنيت خاصني شويه ديال المكياج يلاه ماشي المكياج على حسابي لا لا عندي الفلوس وصافي والله حتى كيعطيني وصافي على حسابي صافي وانا كنشري فيهم المكياج انا حتىك عليا بين عاديمي لصراحة السلام عليكم 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 عليكم لا اخويا انا ود خيريه وخرجت من الخيريه وما عنديش ريال وبغيت نجي عندك سرتك الله يسلم والنور الله يرحمك انت الخيريه ما كاينش الله يرحمك الله يحفظك خويا اسامه طلعت جيتي شكون كتشوفيني وكتجمعي لك التليفون لا لا عادي غير كنت كنهضر مع صاحبتي ها هو البارح ملي دخلتي من الزنقه بغيت نهضر معاك علاش مشيتي دخلتي للبيت كون عسيتي وسطيتي عليك غير كنت عيانه اخويا داكشي علاش راك عارفه من نهار توفى والدينا انا هو المسؤول هنايا في الدار ياك واش انا كندير معاك شي حاجه خايبه لا مقصر في جهتك من شي حاجه لا خويا غير انا ملي كنبغي نخرج انت ما كيعجبكش الحال وانا راه كندير مع صحاباتي راه من حقي نخرج دابا انا علاش ملي كتبغي تخرجي كيبقى فيا الحال وما كنخليكش راه خايف عليك راه الزنقة راه عارف في هذا الوقت واش الزنقة راه سهلة خايف لا يضحك عليك شي واحد طيح في شي مشكل اللي راهو خايب لا انا ما عمرني غنهبط راسك للارض اخويا كون هاني والصحابات راه كل مرة مصاحبة مع كليكة في شكل شوف هادشي ديال الصحابات راه عادي المهم انا ترى لا ما عاديش قولي لي صحاباتك الاولين فينا هما وشنو المشكل اللي وقع معاهم باش تفارقتي معاهم وصافي اخويا نشوف حالاتهم ما فيهمش الخير كون كان فيهم الخير كون بقاو صحاباتي شوفي دابا احلام هي اختك الصغيرة ياك انت هي منات العقل انت اللي خاصك تكوني القدوه ديالها ودابا بانت لي احلام هي الصغيره وهي اللي مثبته ياك وما عندها لا مع خروج لا مع زنقه لا مع صحابات لا والو ودابا انا ما درت والو اخويا راه هادشي اللي كندير فيه راه والله حتى عادي واش غنقول لك اختي انا راه باغي لك غير الخير
مصافي فين هي اختك دابا اصلا اللي كتقول ما كدير حتى شي حاجه؟ كاع ما كاينه في الدار. وياك خليتها معاك ما شتهاش منك ليها مني وليتي كترجعني انا اللي ما عنديش العقل ويا اللي بعقل وسير شوف اختك فين هي دابا. واحليل معاك انت غتزيدو حتى احلام ولاش باغا تشري لها الصداع حيت قلت لك اختك الصغيره مزيانه عليك؟ اصلا ديما كتحقروني انايا انت وياها. كيفاش اختي الصغيره اش هاد الهضره كتقول فيها؟ ما كنحقروك ما والو، راه انت هي الكبيره في الدار، راه اختك راه خاصها تمشي على المنهج ديالك انت، ماشي انت الصحابات والخروج، راه غتبعك في داكشي اللي غادا فيه انت. فهميني شنو باغي نوصل لك. انا راه ماشي كنقول لك انت خايبه. فراسي ما خايباش يا اسامه، حشومه عليك تحملني هذه المسؤوليه. كل واحد يدبر راسه، وزيد ما كندير حتى شي حاجه خايبه. ما حملتش كلام مسؤوليه لا والو. راك عارف اخوك شحال ديال الصحاب دوز وشحال ديال الخروج، فين هما هذوك الصحاب؟ علاش انا سمحت في كل شيء على قبلكم باش ما ديروش شي حوايج اللي ماشي حتى ليه، باش نوقف بيكم ولا اي حاجه خاصها تكون موفره لكم. صافي اخويا والله طيبتي لي قلبي بهذه الهضره، والله تعيتيني كل مره كتبقى تقول لي نفس الهضره. راه حيت عارف الصحاب ما منهم والو، حتى انت الصحابات ما غادي يفيدوك حتى شي حاجه. صافي خليني غادي نمشي نعس دابا لحقاش غدا خدام. سير انا اللي غنتفاهم مع اختي مني تجي، انت ما سولتيش عليها لا مقابلني انايا. والبرد غنمشي في هاد الليلة انا، برد والمشاكل اللي ما عرفت فين غنمشي. مش عندك في الزنقة اليوم انا ولا شنو؟ بغيت البرد انا. مرت أسامة الدري دابا مو هامشي قاني لافي نعيط ليها أسامة يتعامل تا هو يدينا حنا بغا يدينا شي واحد ولا بغا السلام عليكم خويا بخير هاني أمورك مزيانة؟ بغيت هاد ندوز ليا هاد النمرة نعيط لواحد الصديق الله يسرع الله يرحم لك الوالدين أخويا. انا ما كملتيش النمر صفر ستة سبعة وتسعين صفر خمسة تمن باص اسمح لي يا اخويا. هادي خذ راحتك. الخويا اسامة بخير صح لاباس؟ محمد اخويا انا قريب للدرب عندكم خرجت من الخيريه ما بقيتش فيها تحنسرت اخويا ما لقيتش فين نبات ومريض نحس براسي عيان شويه والبرد اخويا. صافي اخويا الله يرحم لك الوالدين. صافي انا نتسناك انا نتسناك في ديك حدا الزنيقه ديالكم. الله يرحم لك الوالدين اخويا. هاك اخويا والله يجيب شي الله يحفظك الله يحفظك الله يسر لا لا حفظك لا حفظ لا لا حفظك لا لا حفظ لا وسام. واي واي دابا ولا شي محمد صاحبي شكرا بزاف والله صافي الله يستر خويا الله يحفظك الله يحفظك ليا والله. شوف راه فحال ولد الخيريه بحال ليتي. لا الله يحفظك دخلت ديك الفكره ديال بارك لانك ولد الخيريه راه عادي. الله يحفظك حياته تستمر. مرحبا بك اخويا حوايجي راه ما حوايجك ماريو ديالي اي حاجه بانت ليك الله يكبر دير لها بحال هكا ولبسها. الله يحفظك زيد اخويا سمح لي شي لنا بابكم واش انت دابا عاجبك الحال عاجبك خوك شنو كيدير من غير انه جاب لنا صاحبو مدخلو كيدوش وعاطي حوايجو شاد شي هادشي راه بزاف هادشي. علاش اختي بزاف مالو عادي ولا جاب صاحبو واش منيتك واش مدخل عليا راجل غريب الدار كتقولي لي عادي؟ راجل غريب خويا كيعرفو واش قاصك شي حاجه؟ مزيان تبارك الله بقى لينا ولد الخير يجي يسكن معانا. كوثر ما تقولش بحال هكا حتى هو راه انسان محور بحالنا انسان يمشي بحال هادو ما يجيش عندنا حنايا. ودابا بغيت نعرف اختي واش دار لك شي حاجه السيد اللي عمر هدار؟ شوفي اختي انا ما حملتوش السلام بقى حتى هو اخويا حاضرين وزيد كملت هو معاه. اختي انا بعدا مشيت منو الا الخير ساكت ودخل سوق راسو ما كاادينا ما كناديو خليه زوينه هادي غير بلاتي راه نكرهو عيشته وغيمشي بحالاتو. بغيت نخرج اختي دابا مخصت عليا راسي فين ما ندوز من حداه تسمع هاد الدرويش وحاني راسو كيشوف بحال هادوك علاش خافي منهم ياك اختي؟ اصلا نتوما البشر كما درنا معاكم وحنا كو كان هو دابا قبيح كون قلتي راه قبيح. شوفي غنبدا نضرب فيك حيت ديما كتحشميش ديما كتهضري معايا بحال هكا. راه اختك كبيره زعما احترميني خلاتك صدعتي راسي الصباح هذا. سيري انت اللي
كتشتا سعداتك اي حاجه كديريها ما كيقول لك خويا والو. ياك اختي انا ما كندير حتى شي حاجه وخويا اي حاجه كنديرها راه كيشوفها ما كنديرهاش مخبيه. نوضي اختي بعدي مني نوضي حيدي في حالتك نوضي نوضي شوف لك ما يتقدقدي كنصد ضربك غير خليك انا اللي غادي نوض. بلاتي اشنو عندك تمشي تقولي لخويا هاد الهضره دارت بيناتنا راه ما غاديش يعجبو الحال. هو جاب داك الدري اذا غيكون ضريف داك الشيء اللي جابو حيت ما كيجيب حتى شي واحد للدار. ما تلقي مني ما غنقول والو فاني غتيساع. والله ما فهمتش هاد الاخت مالها دايره فحال هكا. السيد اللي عمرها دار وتقرصات منه كون كان خايب وقبيح كون قالك ضريف كلشي غادي بالعكس. ركب ركب هذا هذا الوشه في السرطان قبل من الخرايوه ديلوتي في العوينه حليلي وحليلي. شنو ما كتعياش من الغنى خارج داخل كتغني في الدار كتغني على برا كتغني حتى كيفاش قضيتك. شوف احنا بغينا نديرو معاك شويه الرومانسيه ولكن بنادم راه ماشي ديال الرومانسيه هادي المعيور والعصا والنخيل وزيدون ماشي شغلك فيا نخرج وقت ما غيدي دخل وقت ما انت ماشي شغلك. كيفاش ماشي شغلي على انا ماشي مرا ديال الدار ولا شنو؟ وانا انت مرا ديال الدار ولكن لا ما تدخليش فيا انا انت مرا ديال الدار بغيت شي الماكله الخضره الزيت السكر كلشي موجود شنو بغيتي اكثر من هادشي؟ انت انا راه بغيتك تجلس معايا في الدار وتقابلني وتقابل ولادك واش انت؟ ايوا انا ما مساليش لك وصافي ما طلع لي الدم باغي كنضرب معاك شويه وكنضحك معاك وانت ما عرفتي ما طلعي وزيدو انت ماشي شغلك في هادشي. كيفاش ماشي شغلي؟ وانا راني مرتك انا عندي حق عليك لك خرج بزاف عيقتي منه انا راه كنغير. ايوا لا خديني ما عرفتش كون واخد الاخر واش انا اللي واخدك ولا انت اللي واخداني؟ انت كيفاش هاد البلانات ديال والو؟ اش الهضره هادي ديال الزنقه؟ تعمر دارك وجلس وقابل ولادك راك شهمتينا عباد الله واش بغيتي انا ولي خبط جنابي؟ شوفي لاله الله يرضيك نقول لك جوج ديال الكلمات عجبك الحال مرحبا ما عجبكش الباب وسع من كتافك وانا ما طلعيش لي الدم الله يرحم لك الوالدين. هادي هضرتك الاخرى واش مزيانه هاد الهضره؟ ما عجبتنيش. ايوا شغلك هذاك ويلي عباد الله ويلي على الراجل اللي معول عليه يا ربي تعفو عليا ودير ليا شي تاويل ديال الخير ولا خارج داخل وهامل ولادو وهامل مرتو بزاف هادشي عباد الله بزاف وقيلا غنمشي بحالي حتى انا هادشي اللي بقى ليا ها ويلا ويلا عقدي. شكون؟ باش لك الساروت؟ ما عرفتيش شكون؟ غنسيت الساروت انت ديما ناسي سوارتك. دخل خويا محمد دخل حافظك خويا دخل بلاتي اسامه بغيتك كتب علي الكوزين كاوتا واش هكا كيهضروا الخوت؟ اجي اجي اسامه بغيت الكوزينه بغيت نهضر معاك وكنت شفت الدري حنا داخلين من الباب واش ماشي ندير نهضر قدامه؟ خلي الاحترام بيناتنا خويا راني احترمتك قلت لك اجي اللي محترمتك هي اللي هضرت قدامه واش جايب لنا الدري هنايا وجالس معنا واخد راحته وشوكونا؟ اه الدري كيسمع وانا مالي يسمع ونمشي في حالاته كوتشا خلي الاحترام بيناتنا وصافي خويا واش ما كتعرفيش ديري الاجر في حياتك خويا انا باغي ناخذ حريتي في دارنا ماشي في المنظر نلقى واحد جالس غريب في الدار ما كنبغيش نتصرف معاكم شي تصرفات اللي خايبين ندخلوا العصا وبزاف ديال الحوايج والمعيور كنبغي نخلي التواصل يكون متفاهم بيناتنا. الدري راه كان عايش في خيريه وصاحبي واش فهمتي كان كيتلاقى معايا في التيران وجبته نديروا معاه شويه ديال الخير حتى حنا راه والدينا خلاونا ياكم ما خدمتش انا عليكم وما خدمتش انا عليكم فين غنكونوا حنا كره مليوحين للزنقه. واخا خويا غير اسمعني انا فهمتك وقدرت هذا الشيء والله يسهل عليه ولكن راه ما جاتش يبقى جالس معنا في الدار واش انا قلت شي غلط؟ واش حنا غادي نسكنوا دابا معنا 70 عام راه غادي يبقى معنا غير بما ندبروا ليه على شي خدمه ولا شي حاجه ما تعرفي انت هذا الخير اللي غنديروا مع الدري هذا يفتح لك بزاف ديال البيبان في الحياه ديالك. مرجعيني انا اللي خايبه انت اختك ودابا انت هذا الشيء ماشي معقول ودابا انت قلتي لي انت كتقولي لي الدري مريح معنا في الدار نجريو عليه جايبوه مجلسو. خويا راه خصك تعرف واحد الحاجه راه الا دخلتي شي واحد غريب في الدار ما خصكش تثق فيه راه عندك جوج خواتاتك وشي نهار يبدا كيدير شي حوايج ما غيعجبوكش فين غنوليو؟ انا راه عارف شنو كندير واش دابا انا الدري كنخليه في الدار بوحدو مريح معاكم؟ دابا حنا منين داخلين؟ داخلين من الزنقه داخل انا وياه كنخرج انا وياه كندخل انا وياه حتى الورق الوقت اللي كنمشي فيه للخدمه كيبقى مريح مسكين في القهوه النهار كامل. وانا مالي جلست شهر في القهوه انا بغى ناخذ راحتي في دارنا بغى نلبس اللي بغيت وصافي خويا ما تزيدش عليا فيه. حيت انت كتقولي من هنا لقدام يوقعوا المشاكل كيفاش غيوقعوا هاد المشاكل والدري ما كيكونش معاكم في الدار كاع حتى كنكون انا في الدار كنخرج انا وياه وكندخل انا وياه يعني انت في الدار كتبقاي بوحدك انت واختك كيفاش غيوقعوا هاد المشاكل؟ ما عرفتش اخويا ما تبقاش تعطيني انا في هادشي نقدر نفكر لك كون ما كنتش انا داير احتياطات وكنخليه معاك في الدار ديك الساعه غادي يدوها كوتا. دابا حنا عندنا واحد البيريود اللي راها قليله معاك واخا انا فهمتك انا جالسه انا وياك دابا في كوزينه ياك هو جالس بوحدو في الصالون ياك وفين هي اختك فين اختك الاخرى كره جالسه كدوي هي وياه
احلام اصلا ما بانتش ليها. ايوا سير قلب عليها انت صافي ما كتدخل كتبيع بيا انا الاولى. ورا اختك راه انت الكبيره واش نبقاو نشرحوا لك هادشي ديما؟ اختي اه ولكن اختك حتى انت انت خاصك تقابلها ماشي انا. ها هي راه صغيره راه عقل صغير عندها راه الا 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 حكرنا عليها هي الصغيره راه خويا راه كتعيني خصنا نديرو ليها الخاطر. كتعيني بهضره القسم بالله والله سير اخويا جا نصايب لكم شي حاجه تاكلوها احسن حاجه نسكت. ما تصاوبي لنا والو كيبان لي غنمشي نخرجها برا نتقهوى انايا هادشي اللي كيبان لي وليت فين ما كندخل للدار هادي ديما معاك في الحوارات وفي النقاشات. شنو تصير يلا دي معاك الزبله راه نيكا عمرها. واو 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 قول سامع اخويا انا ما سمعتش كيسيون اللي دارك بينكم اشوف شحال ضيعي شوف اخوك انا وصاحبك انا وعارفني خليني نمشي خليني والله خليها تقول لي الزنقة خلينا اخويا شوف انا تعدلت في حياتي. اسمعني اصاحبي الله يرضي عليك ما تقاطعني اسمعني انا اللي كنقول صافي يلا معايا نمشيو نريحو في الطياره. انا والله تصابر على الدل وحق الله راه عادي نخرج عادي الزنقة عادي شوف بحال هكا الدل صاحبي راه ما واقع حتى شي مشكل اخويا دريا خاصنا نفهموه وصافي تفهم اصاحبي يلا انا عارفك ولد الناس واخا كابر في خيريه باش تقدر عليك شوف اصاحبي صافي يلا نمشيو خويا لا حول ولا قوه الا بالله. لك راه ما كنجاوبكش حيت بعض المرات كيكون حدايا خويا فهمت حتى انا راه كنجاوبك الميساجات وراني عارفه صافي واخا صافي انا غادي نلقى شي وقيته كيفاش نخرج راه غادي نخرج اوي ليلة تجي حدا الدار لا صافي ما ديرش هكا واخا يلا سير حيت بانت لي اختي كدور دابا تسمعني سلام. مالك وعلاش وقفنا هنا؟ نمشيو للدار. اش من دار حسن شحال مره كتقول لي كنقول لك لا ورا قلت لك راه كاينين دار كاين الوالده كاين الوالد كاين خوات دري بغيت يعرفوا عليك شنو فانا مشيتي معايا للدار يتعرفوا عليا في بلاصه اخرى ماشي هنايا ما كذبش والله ما نكذب عليك كوتر ديما الوالده كتقول لي جيبها للدار بانها تعرف عليك فيها شي عيب. لا ما فاتش شي عيب ولا ما فاتش شي عيب نمشيو نطلعوا للدار عادي في كاين المشكل. لا حسن ما نقدرش انا كنحشم وزيدو انا ما يمكنش نطلع معاك للدار واخا تكون ماماك واختك وهادشي كوتر دابا واش ما كتثقيش فيا كنثق فيك ودابا انت كتبين لي بحال ما كتثقيش فيا وهبطي وصافي بلا ما ديري لي داكشي ديالك والله يستر عليك اه وانت خاصك وصافي بلا ما تخاصم معايا انا الوالدين انت ما كاينش شي طلعه كيطلع خاوي صاحبي لا اسمع هادي ما في الصحراء هادي ياك غتكون في الصحراء ولكن صحاب ليا في داك القنت اللي كنتو كتهبطوا تبحروا فيه كون الصياده فيه بزاف كانوا كيدوزونا في الكيران وكانوا كيدونا في الصيف كنا باقيين صغار شويه كيدونا دوك المخيمات حتى راه ما يمكنش اصاحبي تورق وراق طالعه كتركل اصاحبي يرجع راه مصعيبه شويه راه محمد شي شي ترى كيقول لك كتولي بحال الزبده ما عرفتش شناهي انا لا سي بي هذيك كانوا كيجيبوها لنا في الخيريه كانوا مع ديك في المرسى ما كانوش كيخليوهم يدخلوها بزاف ما تعرف المر مع الدوله صافي كيجيبوهم لا الحوت راه مزيان انت كيجيب لك اللام دابا هادوك النوع كاملين اللي صيدو ما كتفهمش ليا ما بين السيبيا والشرغو ما نخرجوش اصلا شي واخا تسنى بلاتي تسنى تسنى تدي مين سبحان الله خون درويش اللي خرج لي من الجن وصافي دابا اش نقول لك علاش بقيتي كتشوف فيا بحال هكا صافي ياك عاودتك لي زوينه هاد جايه داخله بحال هكا للصالون والدري حدايا ومن الفوق التليفون ونورمال عندك شفتيها اش دارت عادي اخويا ياك هو ولا بحال خونا دابا ابار على الاقل كتلبسي بحال اختك الا بغات تخرج كتلبس شي حاجه طويله الا لابسه شي سروال مزير كتلبس شي حاجه طويله راه حتى انا هادشي طويل والله حتى شوف انت علاش تخرجي الدري ماشي بزاف سمعها كوتر راه اخر مره تبقاي تصرفي معايا التصرفات بحال هكا بلا ما تخليني ندير معاك شي حاجه اللي مشيت لي واخا انا تفني عافاك خويا ها انا غنطلق صافي والله حيت راه قلت لك ديك النهار خليني نخرج معاك الامور بلاتي هي احسن
اما باش تدخل عليا بحال هكا للصالون وكتقول لي الدري طلع منه المشكل، دابا راه المشكل فين انتي؟ انا ما قصدت حتى شي حاجه، قلت زعما بحال خونا ما خرجش منه العيب صراحه، طلع ولد الناس وجيت جلست هادي وراه ولد الناس، ولكن باش طيحي بخوك وتجي بحال هكا راه ماشي بنت الناس. صافي اخويا راه دابا غيسمع هادشي، قولي شي حاجه اختي ولا ما درتي شي حاجه خايبه؟ لا ما درتي حتى شي حاجه خايبه، غير دخلتي بحال هكا مقزبه حدا الدري حشومه عيب ياك. اصلا مدو لبسي شنو اللي درتو عيب؟ شنو انا كيبان لي غنولي نقري اختك وتهضر معاك، ما بقاش نهضر معاك انا، هادشي اللي ولا كيبان لي. صافي اخويا مسحها فيا، وقلنا ما قصداش ولا تحب لها جالسه غير بوحدك ولا شي حاجه بحال هكا. قولي تسمح ليا شطفي السماحه، ما كتحشميش منو سماحه ماني شنو درت؟ اصلا دوا لبسي اللي كنلبس ديما وما فيها باس، لا دخلت سلمت عليه وزاد فيه حتى هو خيبه التعاويد اختي. الدري كتشوفي داخل سوق راسو غير حاني راسو، احترمي راسك شويه. واش منيتك مالينا شنو درت؟ ما درتي والو اختي، دار لينا صافي نوضي حيدي محدايا. وانت اللي جالسه، انا اللي جالسه، شكون جلس لحدا الاخر انا ولا انت؟ باغا ندوي في التليفون ممكن تنوضي اكازا وكدوي في التليفون اللي شافك كقول لها ديما عاش كدير اعمل الخير. يا راه ماشي شغلك نوضي، ما نايضهاش خليك سمعي الهضره اللي غنقول انا مالي. خو محمد سلام اخويا فين؟ صافي بخير بخير يحفظك الله يحفظك. فقت الصباح ما لقيتكش ودري انت ولا لا لا راك ياك شي واحد خالتك. اسمعني مالك بداية الفرحة في الحياة ديالك، لقيت لك واحد خديمة ناضية يا خويا. الله يحفظك الله يكبر لك الله يجازيك الله يحفظك خويا. شوف الله يحفظك خويا، واحد الشركة قبل ما كيخدموا فيها الناس كيدوزوا واحد الفورماسيون. ولكن نقول لك واحد الكلمة، مرحبا انت دابا راك عارف الشركات كي دايرين وكيبغيو لاكارت ناسيونال وكيبغيو بزاف ديال الحوايج. انا واخا عندي لاكارت ناسيونال عندي على الخيريه، على الخيريه ماشي مشكل. دابا اسمع ليا، دابا كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما غتعرفهمش انت، كنعرفهم انا. مرحبا فهمتيني، حيت بزاف ديال المعاناه حنا دزنا فيهم على قبل الخدمه. كتبغي تمشي تخدم شوفوا في الخيريه كي عرفتي كتبان لهم سبحان الله العظيم، واش كتبان لهم واحد السيد ما مزيانش واش تخلاو عليك والديك لقاوك في طارو. انا دابا عاودوا لي انا لقاوني، انا لقاتني واحد السيده وجاب خويا محمد. هاد الهضره كامل اللي غتقول لي انا عارف المجتمع ديالنا صعيب وصعيب بزاف، ولكن غير كيفاش خرجتي راسك من ديك الخيريه نقي، هادي هي اهم حاجه اخويا. الحمد لله على كل حال اخويا وسام، شي كامل انا عارف، ولكن قلت لك انا المجتمع ديالنا راه واعر يا محمد. متفق معاك ومليار في المية. الخيريه راه ما كنعرفكش فيها غير انت، كنعرف فيها بزاف ديال الدراري، اللي من القفطار روه اللي موجات حطاتو في الخيريه اللي ملاقينو في خلا. ولكن راه اهم حاجه كيف ما قلت لك من هذا الشيء كامل هو شوف صحابك الاخرين كاملين كيفاش ضايعين، كاين اللي تبلا، كاين اللي داخل خارج الحبس، كاين اللي السارقه، كاين اللي بزاف ديال الحوايج. ولكن انت شوف راسك كيفاش خرجتي محمد ما عندوش والديه حاطينو في الخيريه ولا لاقينو في اي بلاصه، وقدرتي انك تكون واحد الانسان اللي زوين ومن طبيعه الحال بنادم راه شوف واخا ربونا بعض الناس اللي واخا ماشي هما والدينا ولا ماشي هما من دمنا ومن لحمنا، ولكن ربونا باش نكونوا دراري مزيانين ومثقفين وعارفين بزاف ديال الحوايج. واخا حنا تربينا في خيريه راه عارفين راسنا شكون حنا، ولكن راه 60% في الخيريه اخويا محمد ما كتخرجش في حالك. وانا من طبيعه الحال بنادم ابن انا غادي ندوزها لك من جهه اخرى، راك كتلقى بنادم وسط عائله زوينه وسط بلاصه اللي زوينه وكيخرج خايب. دابا ما علينا من هادشي كامل، فهمتك خويا سام، انا عارف راسي كي داير، انا الحمد لله راه زوين بخير ما فيا لا بليا لا والو، كنصلي وكنعرف راسي شنو كندير. ولكن كاينين شي دراري صحابي انا يكبروا معايا في الخيريه وخرجوا حاشي يا صاح، انت راك شفتيهم على عينيك صاحبي، كنتي كتمشي معنا للتيران كنا كنخرجوا كنا كنديروا بزاف ديال الحوايج. ايوا لا اله الا الله خويا محمد. المهم انا اللي بغيت نوصل لك، المهم انت عرفتي كيفاش تخرج راسك من ديك البلاصه، وانا راه ما تدخلش معايا لدارنا كون ما عرفتكش ولد الناس. صافي ما علينا، يلا اخويا دابا نمشيو لديك الشركه اللي قلتي لينا. مرحبا اخويا محمد، قبل ما نمشيو للشركه راه وجدت لك واحد الكوستار ناضي سريتو جبتو معايا باش تمشي مبوكس به النهار الاول، اجي معايا تشوف الكوستار. عرفتي يا صاحبي انت شكون الكوستار؟ انا سيدي عبد الرحمن البوكافري، انت نمشي عادي شحال بس كوستار وانا غادي للشركه، خدم معايا المنطق واش انا شكون انا؟ تبان زويون اصاحبي فهمني، على الدخله في لونتخوتيان فهم؟ لونتخوتيان هو صاحبي. محمد هذيك هذيك لابليكاسيون كنتي صايبتي ليا محمد عافاك عافاك، هذه يلاه سريتو من جداد وحده كتسمع وحده اللي ما عرفتش. بلاتي انا اللي كندوي معاه دابا،
انا ما عرفتش نخدم بس محمد هذا راه مهمين راه هذا راه مهمين احسن من داكشي داكشي تخربيق على داكشي راه بعدا خصنا نعرفك والله سيرتهم غاليين خصنا ضروري نسجلهم بلا بلا تعرفك محمد والله الا انا حيت كنبغي نستعملها بزاف حتى بالي عافاه الا محمد عافاك شوف لي اري نوضي 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 اري لا اخلي انا اري هاك سايبه لي محمد تتسالي معاه وشوفوا يلا نوضي مصوبة شكرا محمد بغيت نسولك واش كتعرف شي بنت لا بصح لا زعما ما كتعجبك حتى شي بنت كوتر مع خوك جا حل لي الباب ماشي نشوف مع من هذا كيهضر حتى ما عارفه غتكون شي حاجه ايه هاي العيالات وبلاتي راسي حسن حرام عليك جاوبني عافاك والله الا نطيقه انك تخليتي عليا ملي سمعتيني حامله دابا شنو غندير اخويا يقتلني عافاك حسن جاوبني الله يسهل عليك ويلا هادشي كامل طاري هادشي كامل طاري وانا ما جايب اخبار صحاب لي الراجل ها كيخرج عادي بحال صحاب في الاخر صدق لي علاقه مع وحده اخرى وحامله من الفوق لا 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 هادشي بزاف خاصني ندير حل لا ضروري ضروري خصني نشوف مع ديك صاحبتي واش نقلب على هاد خيتي ما يمكنش ولي وصلنا حتى الاولاد ما يصحبش ليا حسن درتي بحال هكا وتهضرني بلاتي عليك شي بعدا رد لي التليفون اللي يشك فيا ديك الساعه ابا جيم بقاي بقاي انا جاي بقاي شنو بغيتي؟ عاد الحيدو بغينا ندوي معاك عافاك طلعي طلعي فوق على ماركة كبيرة مالك شنو بغيتي مقبيل وانت بسط عليا راسي شنو بغيتي؟ حسن انا عندي لك هضرة مهمة خصك ضروري تسمعها انا راه عندي ما يدير واش انا نبقى مقابلك انت راه عندي ما يدير شنو بغيتي؟ والله سمعني عافاك حسن انا راه عندي مشكل وخايفة نقول لخويا وانا راه حاملة شنو هو؟ والله عاودي شنو قلتي؟ انا حاملة حاملة؟ شكون مولا سمع واش انت بغيت تنكرني كيفاش غنكرك واش انت مريضه شوف انت ما كتعرفينيش وانا ما كنعرفك مزيان هاد الهضره انت ما كتعرفينيش وانا ما كنعرفكش الله يرحم لك الوالده ما تبرصيش ليا راسي ويلا حسن واش منيتك كيفاش ما نبرصكش راه كنقول لك حامله انا فين غنمشي دابا خويا راه قتلني شوفي الحاجه الوحيده اللي ما عرفهاش انت شنو واللي مازال ما عرفتيهاش انا راه مزوج وبولادي ويلا انت كتضحك عليا ياك انت كتضحك عليا اخر مره دير لي يدك في حالك كنهضر معاك وزيدون سيري قلبي على بواش كنا هو ما تفرجتش ليا راسي انا مالك عايز حلك يلا سيري هبطي هبطي في حالك سيري في حالك قلبي على بواش كنا هو سقي فيا انا راه بولادي انا سيري في حالك ميكروبه كي دايره فرصه ليا نضيع عليا الوقت ديالي انايا كل المصائب على من الله شنو دايره هضري بعدي مني قولي انا
هادي مالها شي كوتشا شنو من بعد مني انت شغلك بقيتي لي انت بالحساب اه سولتك اختي بقيتي بنتي كتبكي اش مالي بنتي اويلي اش كاين شي واحد كياكل جوج ديال الليمون اه مالك زوينين اويلي زوينين واش نتي بقرة كيفاش بقرة اختي مالي شنو كندير عادي كناكل ليمون فهمت والو اختي امتى كنتي كتاكلي جلف ديال الليمون سبحان الله العظيم خذي خذي الليمون كولي 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 الليمون كولي كولي دغيا كولي شت المصيبه الكحله هادي ويلي الليمون بغا تردو خطفو عيفاتني السيمانه كامله طوالي 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 مال غير كليت شي حاجه وقيلا وبراتني اه كليتي شي حاجه السيمانه كامله وانت ردان والكحبه ردان والكحبه اه دخلي لي بدلي حوايجك ماشي 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 واش دايره شي حاجه واش دايره شي حاجه انا ما خباريش لا والله ما دايره شي حاجه دخلي لي السجل باش كبيره غادي نمشيو للطبيب سير لا 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 ما عندي لا سير على الطبيب ديال الراس مش خافيش سير لا علاش اخويا ولا وضروري تمشي للطبيب والسيمانه وانت في الدار كحبه وردان وتمشي للطبيب سير والله ما عندي شي حاجه اخويا انا وليت باش يلا واخا واخا زيد زيد انا كنتسناك يلا بيل علي دابا هادي صافي عافاك اخويا انت ما غنقيسكش انا والله من هاد اللي دادي الا حطيتها عليك رانا ما كنسواش ها طلقي الله يرحم لك العصاب ما خليتيش ما درتي فيا واش انا نخرج نخدم ما نخلي ما نوفر لك وفي الاخر عافاك اخويا صافي طيح هاد داكشي اللي كندوي لك عليه ديما فين هي ديك القفازه ديالك وانا البنات وانا هادي فين هي وصافي حتى محمد الله يعمرها دار حتى جاب محمد الهضره ما تسطينيش راه حيت هو ما تسطينيش راني حامله من محمد عاودي شنو قلتي صاحبك محمد صاحبي محمد عافاك خويا مد لي والو الله يسهل عليك الله يسهل عليك اخويا مد لي مد لي والو الله يسهل عليك وصافي عافاك اخويا خويا اسامة كنسمع الصداع ما شنو كاين دير الرجولة ها اش كاين تقدر صاحبك اش من غدير غادي الرجولة اخويا محمد ها ندخلك على البرد والشتاء ودارنا وتاكل وتشرب وندبر لك على خدمه ومن الفوق تقدرني اخويا محمد شي طاس ما تقوليش كاين اش انت كيفاش نقول لك اش كاين صعب واش باغي تتصمك عليا ولا كيفاش بحال ما عارف والو زعما انا باشي من الخدمه صاحبي كنتسنى بك انت باشي من الخدمه اه كنوجه لك على الخدمه شنو داز قبل الخدمه والو انت عملتي ما يجوش تقدرني اخويا والله اخويا ما كاينش شي حاجه الرجوله هادي اش كاينه فهمني انا سير خرج عليه من دارنا الله يرحم لك ونولي داير معاك شي حاجه اللي ما كايناش وا فهمني هذاك الشيء اللي وقع غنحلو راه خرج اخو الشوفه ديالي في وجهك ما بقيتش قادر نشوف خرج اسامه صاحبي انت فاهم واسع خويا واش تخرج ولا ما تخرجش علي اخو اسامه خويا الله يرحم لك الوالد ما بقاش داوي معاك بزاف خرج ولا ما بغيتيش تخرج بلاتي بلا عندك واحد اللعيبه شد اخويا الساك هذا اللي باقي عندك في الدار هاو شدته سير زور مليح او سير اخويا سير 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 اكبر وشو تاهي والله الا زوينه هادي انا لقيتك بنت الحرام كافره بالله غنوريك الضحك ديال العيالات اش كيسوى وشحال كيطلع عندي لي شي حاجه انا والله ما فهمت شي حاجه خويا راه قلت لك سير السلام عليكم اخويا وعليكم السلام خويا هنا فين كتسكن ديك الدريه سميتها كوثر هنا فين كتسكن كوثر اسامه واحلام شنو بغيتي اختي علاش اخويا غنتفاهم معاك خويا عندي اخويا واحد المشكل كبير مع اختك شاني كوثر كوثر شحال المشاكل مع كوثر في الحياه هذه
اختي الله يرحم لك الوالدين، الدخله اللي درتي راه فيها الحبس، وحنا دابا دخلناك، هضري بشويه الا بغيتي تقولي شي حاجه وسيري في حالاتك. اكسيو بغيت اخويا تعرف شنو واقع، وراه اختك حامله من راجلي. اش كتقولي؟ كيف ما كتسمع اخويا هادشي علاش انا جيت كنهضر معاكم. اختي الله يرحم لك الوالدين، هاد شويه ما تزيديش بلونطيني تانتي. واش راجلك سميتو اسم محمد؟ كيفاش اسم محمد؟ راجلي سميتو حسن، واختك كانت معاه على علاقه، وانا شحال هادي كان مخباري كلشي، ودابا جيت نفرقع عند الرمانه مني عرفت اختك حامله. واه الرب العالي جدير في حياتي انا يا ربي. ما تسواش هاد اختك هادي حتى هي، بعد اش كدور بالرجاله مجوجين. اجي اختي نريحو الله يرحم لك الوالدين وشرحي لي. شوف اخويا انا نعاود لك كلشي في لي ديطاي، وغنعاود لك من طقطق حتى تستلم عليك. صافي 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 انا جاي على اعصابي، ولقيته هنا كون كليتها. اش دير لي انا؟ ما هو يفهمني شنو دير لي انا، ما بقاش حاملني يقول لي يمشي في حالتي ندبر على راسي. كاين قال لي في السب انا وندير لي والو، كيف يقول لي شنو قعييني وصاحبي على راسي وعيني يا صاحبي بدا الدنيا بحال الموت. غنمشي نبات في هاد الليل انا، شنو قادر تا واحد اصاحبي انا مولف هنا راه شي كون انا والناس هنا انا ولا ربي كان قلب من الصيب تمشي خدمتي. عنده اللحيه اش ما جاش للبحر اللحيه ومصطاش اي مصطاش هنا على الصباح هذا الصباح هذا شا هذا الصباح هذا شق عنده شكاره ليمونيه شكاره ليمونيه راه فيها صوب الزرد صافي صافي الله يحفظك الصمتة شوية أربع أيام وأنا كنقلب عليك أصاحبي، البلاصة الوحيدة اللي قلت راه غادي نلقاها فيها هي هادي أخويا، راه اسمح لي الله يرحم لك الوالدين أخويا. أطلق مني أسامة والله إلا أطلق مني. الله يرحم لك الوالدين أخوك أنا. أنت ما فهمتينيش أشنو هو كاين، أنا ما عرفتش راه شنو هو كاين. أختي في بلاصة ما فيناش السفرة كاع نسوي شحال السفرة، راه ما فيهاش السفرة أنا غنسفر نخسر شي حاجة. ماشي السفرة السفرة أخويا محمد، أخويا دري طيحت عليك باطل أصاحبي. ما فهمني شنو هو صافي أخويا محمد، قلنا لك أختي أنت في بلاصتنا راه غدير شي حاجة اللي بزاف. خويا دري قالت لي حامله منك، ملي جيت نشوف لقيتها حامله من واحد اخر، وهذاك الواحد اخر مجوج في جهه اخرى، افهمني ملي جبتها من عند الطبيب قالت لي راه محمد. شحال انت ما عارفنيش انت كي داير اصاحبي، انت راه واخا ولد خيريه راني مربي كاع ما ندير هادشي كاع، والله ما ندير. انت مدخلين داركم وحدا خواتاتك وما عرفت شنو درتي معايا اصاحبي، ونغدرك انا واش مسطي؟ والله ما نغدرك انا حق الله. اسمع محمد، هذاك الشيء علاش جيت كنقلب عليك اخويا محمد، انا كون عرفت كلمه مزيان راه ما نجيش نقلب، كون عرفت كلمه مزيان راه ما ندخلكش النهار الاول. ولكن اخويا راك عارف الدريات كيفاش دايرين اخويا، الله يرحم لك الوالدين، وانت اللي غتوقف معايا في هذه المحنه ونشوفوك كيفاش غنخرجوا هذا الشيء. الله يرحم لك الوالدين اخويا محمد. هادي خوك انا خوك انا صاحبي. يلا اخويا تنمشيو نشوفوا شنو نديروا لهذا البلان هذا ديالك. يلا اوكي كاع ما قرجع ندوز فين ندوز سيت ايام خليها الله، انت ما عارفنيش فين غندوز انا كل مره فينا اسلك مولا ربي كبير وجيني ربي باش يسد بالك وحنا بيبان شي الجامع. بزاف ديال البشر كيجيو لكازا على قبل دابا الحمد لله ما يفارين المشكل ديال كوثر وحسن، هذيك هي الدنيا وما فيها، ولكن عندي لك واحد الحاجه بغيت نقولها لك. انا ما كرهتش اسامه، تزوج بختك على سنه الله ورسوله كوثر، والله واخا هادشي كامل باغي تزوج على سنه الله ورسوله كوثر. طايحه في مشكله خويا والتهانية يا كان طيحت عليا الباطل اسيدي، انا مول الباطل واخا ماشي مول يلا شربوا شي قهوه ونضحكوا مزيان. قلت لك واخا ود الخيري راه راجل اصاحبي. يلا يلا يعلم ربي
اشنو درت فيك ليام ضحكت ليك ولا ضحكت عليك كنت يا حبيبي اول كلمة جدام وما نبغيش دنيا تشمت بيك اسامة خمسة ليتيش باقا اخويا مدغمان صافي صافي حنا راه غدا عندنا العرس صاحبي راه البروجي ديال خويا محمد صافي تنصوبوا صافي صافي راه كنوا جابوا التقاديه وجاو الدريات صافي يلا نمشيو نجيو الطياف راه درتي معاه تهضرنا كلشي صافي بقى لي واحد كلشي ناضي خصك تهضر لي واحد خو نسيتي واحد الحاجه شنو خاتم وغير على قبل هادشي اللي كان خويا دريه محمد صافي يلا صافي سان العين ديال البشر راه خايبه وتا هو واحد منهم لا صاحبي لا سدني جيت